Yes, when they go their ways, Allah, Allah, God need your eyes. When yes, when they go. منين حيا؟ اه؟ انت منين؟ انا يا علي تقولك انا منا من المنيعة. انا منا؟ هو وانت تخدم على روحك؟ واش تخدم على روحك وحدك؟ نخدم وحدي ما عليه. الصحة سيدي ما عندك الولاد ما عندك؟ ما عندي ولاد ما عندي مالي ما عندي والو. عندك ربي؟ براسي. عندك ربي؟ ربي كاين؟ سبحانه. والصحة اللي عطاك كاينة سبحانه. وحتى انت راكي يعني من الناس انا من الناس الزاوية. لا راح نقول لك على الجهد نتاعك هذه اللي كبدلتيه راكي من الناس الخيرين في الحياة. معناها رغم تقدمك في السن ما راكيش تاكل على واحد ولا تقول لواحد اعطيني. ما تضرب ذراعك بصحتك. الحمد لله. الله يبارك فيك صحة. الحمد لله. الله يبارك فيك. وراك رايح الحج؟ انا رايح الحج ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقك على خير. ان شاء الله. ان شاء الله. انت ربي يعاونك ان شاء الله. ان شاء الله. ونزل لك البركه في الولو في القليل. ان شاء الله. مادام راك قارعه بالقاسم نتاع الاله. شوف الحالة اللي وصل لك معنى معنا ما كاينش من نيرفيا منها ما كاينش كرهتيها ما كاينش دير حوايج عاونت على ذلها مع ربي بيدك كما يعطيني ربي راني قابل. الله يبارك فيك الحاجة هذا دليل على الإيمان.
ما تقبلش بسيدي ربي معلم من نقبل الله يبارك ما كانش بديل ولكن كان الناس سمحهم الله يغلطوا في حيادهم يسخطوا على ربي وكأنه راهم يسالوه ما اللي هو ما راح منحهم ولكن ربما راح بديل امتحان العبد في حياته يشوف والحمد لله اسكو عنده ايمان ما عندوش ايمان عن ايمانه قوي ايمانه ضعيف اسمع لا يغير عليه الاحوال مره ويشوف اصبح لا ربي يجيب لي ربي قسيم اني صبرت الله يبارك فيك الحاج عندك لا تقال ما عندك كذا تل أعطينا هذا تاي كستي شحال عندك نعطيك سخنة ما عليش هدي بعد الحاجة لا هدي بعد ما عليش يا يا ولا بنا عطوك لا خلي لك بنا عطوك لا خلي هاي أبويا آه هاي دلعا هاك يا وشهر عندي برم سألة من أوليط وأنا جاي قولي نحسبوا لك ربما تغلطي قولي نحسبوا لك لا بابا أخويا ها ما نغلطش أنا هيا إن شاء الله هذك هي تلتلبت على تاي وتلتلبت على البيض هذك هي 10,000 القاعة ألف اسمع الحاج صح كتر خيرك اسمع الحاج ربي يعاونك صح بجديد الله يبارك فيك في الصحة وفي المال والصحة إن شاء الله شكرا لك ريسامة إيه الحاج الله يبارك فيك وش خليت لي الخير الله يقوي لي إيمانك الله يقوي إيمانك الله يقوي إيمانك إن شاء الله بصح طونسو عادوا بالطوموبيل للماركة وعادوا كانوا بكري والو بويو بكم عادوا بالماركة كوش الاخضر طري قلم سكيتا قلم تخرج من تخرج عايش رشار وبعد كوش الاخضر لا تخرج من العزابة هي من العزابة هي تلقى البرامش وانت تقول كوش سيدي نصر عايش رشار كوش الاخضر تخضر كان يقول له غاستو غاستو أفكر
هذا العسكر كانوا عسى على القطريين على بالك هاي خدموا هنا قطرينا هنا عايشين كسلاطن في بلادك وش يخدموا يخدموا ما عندهم دار جاي يصيدوا يصيدوا الغزال يصيدوا الأرانب يصيدوا طيور يصيدوا لا الغزال في جهة هذه كاينة كاينة ما تلقاوهاش اه يبان ينقص 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 كيما بكري هي كيصيدوها بزاف ينقرض ما كان فيها حي كان واحد عيطلبو من جا مطلوش هذاك لا تعرفو لا ما ما لحقتش بيه ما لحقتش بيه مالا ومجا لهنا قلت له راح معاك الطفل يا ربح ولد خويا قال لي ايه عطيته بخط تاع غزال تاع غزال الدواء فطرك شوية ولك دواء وقال لي تقول تكلي في الفرماج هي الحمرا غزال كراح قلبي عندي كراح للدار ديرك هكا يلا ميمي 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 ماما وش بيك يجي واحد بدك يجي عند الله ما لو لا جاي حبس على خوه هو مش يبيع على خوه لك خوه البر وكان يقضي في الصيف ومن بليتا وهبل وجيت نحوس عليه يا مات زاد ولا قلت خوك الله قال لي ما لقيتوش راح تسمي مول خرجت على المنيعة بستين كيلو على المنيعة
مع طريق تمرست. عاني بما اللي لبيت هنا فنصاب الكبير اليوم عندي. فنصاب الكبير صح. قاضتني ربي جات غير جات دخلت في البارفيز ديجا قاضتني ربي اوس من بعد تكون سيارة انا مغامرات عطرب بزاف شفنا خير كبير شكرا لدي مخروع أو شكرا لسكر ونخرج من الطريق نهر من الطريق وخليه ما يخطر غير صعب ليت لفت وفرم لا ديرت شقصني ديرت تكون من قعدت راح نخبط أنا وياها فاس عباس وليت هرب دخلت فرمنا فصعب ليت وقعدت هو راح فات بقيت مسوفري وقت بقيت فبقى تعبرت معاه ما بغاش يخرج من البيت حتى الصباح جا كاين واقف جبدني تعلم تيبي روز ما هز معايا الماء الماكلة كل خير كاين وهل هناك ايها الاخوة احسن من ارادة الشباب وهل هناك اصلب وأكثر من إرادة الشباب لقهر الصحراء ولقهر مثل المشاكل التي عشتموها أثناء بنائكم هذا الطريق نستطيع أن نقول بين البلاد بخير والطور بخير ما دمنا شاهد في هذا البلد وفي جميع الجهات تحت الوطن مثل هذا الهجوم ومثل هذا الجنود القوية والإرادات التي تعمل وتبني وتنجز شعارها ثورة من الشعب وفي فائدة الشعب وننطق دائما تعليق تبادل بالإخوان المجاهدين بالقارب سنة 56 عندما كنا Wow.
فرحنا لكم ريستورون هنا. وين؟ هنا ريستورون قهوة. العمر منيح. لعبك شكون راح يحلها؟ شكون؟ شتي اللي في المنصورة. إيه قلتي لي عليه. الورق اللي هذاك. قلتي لي عليه. هذا كون راح يحل. يا ربي. استاسيون مليح. استاسيون اللي يجي بصح اللي يجي منا يعمر من المنيعه ولا يعمر من 40 ولا حاسين بحال كاين المازوت هكا كاين. بصح ديما مليحه تعمر لنا بلاصه يقول الناس يباتوا ويقولوا. الناس. والله الله يبارك فيك. بصح عندنا استاسيون مليحه. ايه. انت في بالك مليحه خالتي مليكه مليحه خالتي مليكه كيف ماشي مليحه هاي معمره بر لا لا كيفك على ستاسيون ريستورون لا لا راه عليك انت هي مليحه لا مليك قال لك مليحه عليك يا ولا هنا عليك انت هي بصح ماشي ليا قطعوا عليا الخبز خالتي هذا ملي يقطع شي خبز راه وانا اللي يقطع الخبز رزقك يكتبوا لك ربي ويجيك رزقك صح ما كاين والو بالك هذاك وين تزيد يجيك زينه مريقله هم يعرفوه الناس ايه بالك راه رب العالمين سخر لك هذا الشيء تولي تني تخدمي زين ان شاء الله يدعو لك الخبز لا والو Thank you.
هاي نشوفه في الدنيا شتي صحرة وش طويلة وستيعة وش كبيرة شتي العروقة هذوك عيطة نروح ليهم لهيها ونجي ايه يا ميمي هاي تلعب فرمل عجبها رمل عيشتك ديانا ميمي عيشتك ديانا نوضي ديانا جاتك هاي غلطة عيشتك ديانا ديانا سبر واحدة عربية قشها ويجها كومبليت زحا وين تلقد Before I was in Morocco. Maroc, two months. One month. And then Spain. Algeria. No. I go to Nice. Oh, my French is very good. I understand. حنا صحابو الكلام ديال الزاد ديال جاو ام صافي ام بيان جي بي اس اها نشوف Vous avez pas un téléphone pour vendre, non? Pour vendre. I have telephone. It's Oridu. Algerian number. But I want to show you my family. Moi, je cherche un téléphone pour acheter. Non? No, I just want to show you this one. She asks you if you buy this telephone. No. It's from Pologne. Et votre fille? Non, maman. Votre maman? Oui, I'm gonna show you. No fear, I'm not married. Non, c'est maman. Votre maman, grande comme moi. Comme toi? Oh, I think a little bit less. God will be. Sûrement. Oui, papa, I will show you papa. Et votre papa? Oui, I'm showing. Mi papa. Oh, it's me. Papa et moi. Beba, mesquine. Je vois ça. Beba. Yes, Beba. Oui, pardon, tu es un gardien.
Une seule fille avec. Il n'y a pas de gosse. Me? Solo. Une seule. Oui, solo. You have kids? Non, compris. Fille and daughter and son. Hassan attend معها بلون. Tu as عندك دراري. J'ai pas de gosse. Non. No, she doesn't have kids. Okay. Like me. Comme toi. Moi je suis comme toi. Can you drive motorbike? Hein? You drive motorbike? Plusieurs. Hein? Plusieurs parties. I know that I'm passing, but you, can you drive moto? No. No. What is your name? No. Maya. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Malika. Malika? Oui. C'est joli. Oui. Maya. Maya, c'est joli. C'est joli. Maya. Malika. This means the queen. Queen in Arabic. Malika means queen. And Maya means water, eh? No? Maya. What's the name of Maya, Malika? So it's a Malika and her kingdom. اهلا بكم في بلادي يا زياد. اسمع المنطقه هذه
ستين اهلا بكم في بلادي يا زيار وستين نجمتنا ضوايا ارضنا الخضراء ماهيش غفار اهلا بالكرم وصحابتنا يا زور اهلا تشوف الجنه والانوار واهلا طابعي ذكر حنايا مزال بين بحال ما نجعلوش.
يلا يا عوف. عليك السلام. بارك الله فيك. مساحة ما كاش قوي حليب ابن عمي ذاك الليل انا رايحين نرقدوا. ايوه
دار واحد ميت وهذيك ثاني واحد ميت واحدة مرأة مرأة ميتة أولك بايدي جاء السلام عليكم. هاي شفتك هاي. هاي تخسر ريه. دربة كبيرة. الله. تعال كار هيدك. تمشتهاش احنا روحنا دي. لا 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 حكي تسمح لي. ما حكيش جاع ما حكيش جاع. ايه. كملت ديرك. ايه. الله. كل بتزورك هذيك هي. رايح في الليل. ايه قالوا لي الوحدة تاسمع. والله ما على بالي يا اخي لابد تردى. الله. ما سمعتش. ما سمعتش. بسكرة أدرى بسكرة أدرى قالوا لي ليه جماعة ليه قالوا لي الوحدة تصبح لا لا بعد من وراها بتصبح هذه بومتين مسكينة أول ما جاء هنا دشنا طريق الوحدة الفريقية هنا صاق من هنا صاق البيت حتى هي البلاكة هناك أركب في الدية الساعة وروح وهذوك أضرب وجوه الأقمة ما يجي ويجيك في الطيارة الملكة هاي 16 وطلعت الملكة نعم قلت لك 16 وطلعت ايه خلاص عقبالكم عقبالكم ها ايه بدي امت يا حل du désert, avenue de la tête maïte. أنا روح
أنا فهمت ما أصرف حين قعد 10 أيام ولا 12 يوم ونجي. عندك الجيرة دوبا. ما بقاش خلاص. بكري كانت خالية يعني. إيه. وكان عندك 16 هذي. أح 16 طوالها. يقولوا عندك جيرة هذاك السوري اللي قال يحفر في البوم. ها. هذاك راح. راح وشوين في بلاصة محاك في بلاصة. ناس ملاعب اخترعوا بلا العون كوتون بان هنا عطاني شيء مش عطاني مازور انا قلت لك راح نعطاك لا لا طبعا قلت لك ما حبش يخلص 53 اي 5 عقل اسمع الحق المنيا لحقتك من 53 لحقتك اللي تبعت لحق عزوز كنت أول مدام متاح تقريبا تقريبا أنا كنت منك أنا ولا خلص وصفر وش خلص شابة أنا بس عليهم قاوية طبيبة شابة ما تبخص أخسى أولي صح أنا لي مخصوص فهمه وهي تحبك أنا لي مخصوص فهمه مش تحب ما تحبكش يا اخي تحبك تقول بلي تحبني كيفاش تعرفي واحد وحده تحبك مش تحبك كون جات ما تحبكش ما نجيش تسافر معاك من البلاد في الصحراء وتاكل معاك البيضه والبون صابر يضرب الرمور يا معمره قبل ترمن معمره تزوجي انت انا نزوج انا ما بقالي زوجة مخلوق ولا بقالي زعما اه انا ما بقالي زوجة راح قام دوكا نستنى غير تبنى في الاخر الابيض في الابيض هذا مش كاين Madame Malika, vous êtes demandée au parloir. Où mon fils? Où est-ce que vous êtes là? Eh bien, c'est bien. Je suis là. Ah, vous êtes où les situations? Je suis là. Où est-ce que vous êtes là? C'est parce qu'il y a du chien dans le hâbs. Je suis là. Tu es un avocat, là. L'avocat, je suis là. Tu es un avocat, là. Où est-ce que vous êtes là? Je suis أصبر حاب نخرج توحشت فريطوم توحشت مرتي توحشت القهاوي توحشت شاطر تخرج تلفزيون تخرج شاطر عندك تلفزيون كاش ديروا لنا غير التي في هذاك واش راح دير ودي هذاك اللي كان منك من صحابك اللي معاك خرجيني علاش نخرجك خلي ولدك هنا في الحبس نخرجك انا نخرجك خرجيني نجيب لك غير طون نجيب لك كاميون تاع الطون طون جديد تسرقوه 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 تجيب لي ما سحقش تسرقوه تجيب لي خرجيني برك ما عندكش تجيب لي ونزوجك ما تزوجنيش ما عندكش ندير بالزواج ها المدير تاع الحبس ها المدير تاع الحبس لا لا راجل لا خالص عنده طونوبيل عنده شعريه مليح عنده دار في عنابه مع البحر مليح خرجيني أنا قلت ما خرجك يا ولد، كنت ندير لك المحامي، غدوة نروح نشوف واحد المحامي نديره لك. واحد حيحة. إيه. ما تفهموا درا. إيه، غدوة ندير لك محامي. إن شاء الله. أنا المدير تاع الحبس واش قال لي؟ قال لي نخرجك بصح لازم ندخل واحد في بلاصتك. دخلي في بلاصتي أنت. ما قدرت. دخلني أنا
في بلاصتك. ست شهور ما تخرجي. أمك دخلها في الحبسة. وأنا أشيل لك المحلات. حليش. خرجيني. سلام أودي خير. كنت. هذا أبوك. كان دخان كنت كان شمة كان كلش. أنت ماشي محامي. أختي إلى محمد. سلام محمد. سلام. أنت ما قريتش الحقوق. محامي محامي في الحبس. شوف داروني في الحبس. تخرجني. سلام. الله يحفظك يعطيك التيم. جواز محمد. الله يشيل عن الشعب وعلينا احنا. ما عليش. الكار هذه وش فيها؟ تقلب الصباح هذا ما عليش. بالليل. قلت لك راه جاك المنافس منا على واحد شهرين ولا ثلاثه ولا عندك منافس دوك تشوف الله الحمد لك ها دوك تشوف سمعت شنو بديك ياك راه انا نعرفو باش يقرا ولكن نسي راه كاين الشكاره كيف اللي دوكوتي ياك كل يوم طالع المنيعه وهابط المنيعه طالع يكره لا خليه ولكن نسي راه كيبغي تكرهي وتمشي كملي هنا حياتك كاملة كملي هنا اختي واش بقى فيك تبقى في حياتك اش باغي اش باغي اللي بايتي درتي الحمد لله الدار عندك الهاتية وناسك عندك الهاتية خاطني وخاطي ما نقولوا ولكن عندك كيف خاطر مقطع من سطرة واحد ريحي هنا مع منين يدقوتو ويخلوا لك البلاصة ريحي قاعدي هنا يا شي قاومي كما راك تقاومي قاعدي قاومي ما تقلقيش ما كان كنت شويه صغيره نقاوم نقدر علاش البركه باقيه الناس راه باغيين يجوا للصغر ولا يجوا للكبر الناس يجوا اللي يشوفوك هكا تيا قالوا حنا نعرفوا مالكه يجوا يشربوا عندها كاسات شاي ويمشوا راح والله غير يقارو تما ويجوك انا ني شحال من قهوه انا نفتها لمني عام ذكر راني فتها قريتين وانا روحي واش ندير هيا نقول نفوت علاش ما فتش انا ها نعم وانا علاش ما فتش ما نقدرش نفوت علاش قال انا حنا نعرفوا مالكه هنا نقعدوا حنا 5 دقائق 10 دقائق نشوفوها شوفنا نشربوا عندها حاجه ونروحوا هذا كيف الناس كامل يجي للريستورا يتعشى تما ولكن يجي هنا يشرب كاسات شاي ويشوفك ويروح زين ولا سكرتيها ورحتي تنهجر القهوه هذه أو راح تكرهها واحد كان يبيعي هذا رايحة تبيعها تروح وياه ما كانش
يعطيك الصحة. روحت عند الكبيرة. كنا في الثورة هي. زيارة. زيارة؟ ايه. أدرار.
قرانا واش نقرا لك؟ جبنان واش حابه تعرفي؟ تقرا برك؟ تفهمي الفرنسي؟ قال لك سو شارلاتون كي انفيستي دون لا ديتريس دي كونسيرو. واش قالوا فيها؟ سما واحد لعبها طبيب يتمسخر بلي عندهم كونسير. ما طبيب ما والو يسكروا. يلعب لعبات منين هو؟ سلطينة ولا مدينة؟ اسنا دوك نقول لك. Alors, ce vendeur de rêves ressuscitant l'ère des miracles se réclame comme étant l'agent d'un certain Omar al-Fatil installé au Yémen. Au Yémen. Ah ouais, j'ai vu le doigt de ça, non. C'est moi au Yémen, il y a un ou il se croit qu'il fait une nasse. Quel homme a dit comme doigt à concert. زيد لك زيد زيد واش دار في الدنيا في البلاد هذه في البلاد ما قريب عيد المرأة قريب عيد المرأة قريب عيد المرأة راهم قالوا لهم نعطيهم الحقوق بزاف للنساء. قال لك نعطيهم الحقوق بزاف للنساء تهلاو فيها. الحقوق تاع الحكومة. واش ندير فيه؟ أنا عايشة تاع روحي. ما نسحق حقوق خلنا ما نتبع الحقوق تاعهم. وكون يجيو ليك؟ كون يجيو لك يقولوا لك مدوا لك الحقوق. لا على بالي ما يعطونيش. على بالي بلي ما يجيوش. على بالي بلي ما يعطونيش. واش هذيك اللي تخدم فيها؟ اه ما جيتش انا خدام انا. جيت عندي حوايج في تيميمون. ايه جيت نحوس على خويا. خوك؟ ايه. واش بيه خوك؟ خويا ما بانش. وما بانش في تيميمون، جيت في تيميمون. قالوا لي. ما يقولوش. اه؟ ما يقولوش. اه قالوا لي كل مرة يقولوا لي وين. ما لقيتوش. بلا غير تحوس على خوك ما لقيتوش. تحوس على خويا ما لقيتوش. هذاك هو خوك. هذا خويا. وفي المنيعة ما شفتوش. ما قالوا ليش بالك ناقب المنيعة. بنتي وحدة قتلوها لي طيشوها لي بنتك بنتك؟ إيه
يا ميمي ميمي عندي هذيك هاي بقات هذيك لازم نبدا هذيك نقعد هنا ميمي لك حسام قداها ضربة كبيرة خليك جيت قاعد بينا قال لك خويا راح وقالوا لي في التيمون هم قالوا لي في هاك ما كانش منا حنا ساليت قاعد بيه ما كانش منا الحكاية تكتب ما تعرف حقك كيف تكتب
16 مارس اجي 16 مارس يحل عقلي هو واحد هو واحد قبيلي مع بعضه ما نعرف ولكن تاع منصوره من هنا ايه عم قالوا لي عليه قلت قالوا لي ما كان القهوه راه كامل فيان ما كان لك خدمه قالوا لي ايوا هذيك الهيمي تبع وي الريستوران تاعو ديك النهار مشينا فيها كان مشيت لخالي للجزائر ميته حيه ما فيها حتى قالوا لي ثاني ما كان خدمه هنا ما نعرف هنا شوف السمانه الاولى والثانيه يعني نقول لك شويه في الثالثه شويه لا غلا كيما بني عمو يهربوا عليه والناس تشوف الناس كل طيب الراحه والله لا هاك تشوف فيهم قلت لك راه قريب ان شاء الله كون باترا من السيتيرنات هنا الجروب هنا كلش الفراج خارج الفراج خارج تري سيتي راك شتها بالدور على الخير الله يبارك ولا قريب ان شاء الله نهار اخر اللي جيت تلقوها ما يجي دوشي لا نقص البلا تاع الكروسه بها الدير هنا دير زاد السبله من المناعه وروى ايه هانا قاعدين مع بعضنا ان شاء الله هاي جاب هاي صح ايه نوبة اخرى ان شاء الله صح نوبة اخرى ان شاء الله ايه صح تامو سامو تامو يا ودي بالرحشة ولا قالوا لي في الدار قالوا لي بلي تسنى فيك لا والله ما قالوا لك والله ما نقول لك حاجة ما نقول لك كما نهار أنا كذبت عليك ولا قلت حاجة ناصر وش قال لي ناصر قال لي بلي راهي قالت لي بلي راني حروح بصح ماشي مروحة درك علاه؟ بزاف ولحظة نقول لك قولي لي برك عليها واحد والله تقولي لي والله تقولي لي والله تقولي والله على بالك ما ست شويه حتى المراحي وروح انت عندك دوكا عندك عاوتاني تقولي لي دور مازال انا كنت هذوك اللي قال بالسبيطار ما سمعتش بيا مرات كيما عملوا الضربه هذيك كيما جيت لي عند اختك مسكينه كثر خيرها ويرحم والديها قلت هي خير من اختي اللي ولدتني رجلي وخسرتها مني من درقة يا أخي قلت خير من أخت أنا والله هي قلت لي قول هاتي شكون قلت لي جيبها ها قلت لها أنا قلت لها ندورو يا بس أنا انتي يا أخويا ما نروحش أنا مريضة ما كنت نكسر شو بخاتي بالك ما تروحيش في الفورم تروحي نطلعوك تاع من الراس تروحي في الطيارة ما نروح لا في الطيارة تهبطي تهبطي قسنطيطة ما نروح لا في الطيارة هالسنين ما نروح لا في الفرقة نروح فيها مش عيش بك هنا بعد مش راكي تشوفي هنا بعد مش راكي دير مش راكي هذا كذي كان الخدمة تبدي مش تخدمي خدمة مش تخدمي حبس خدمة شوية شوية ما كانش خدمة مش حبس ما كانش خدمة إلا حنا وقتها بس يوم ما كان على بالي بلي ما كانش يا ودي ما نروحش على ما تروحي زر قولي لي انا قاعدة هنا مقابلة نقابل أخمر وخلاص ثاني مقابل أخمر لونات هي جيت لونات جابوا السواح راح هو لم قال أخمر
ميسو شبيك ميسو ميسو يقولوا لأمي ما تبكيش يا المنفي أوليدك راح وما يوليش يا المنفي يو كده ونطلب نار يا المنفي والجدر من يكبر وصغار يا المنفي وقطعوا لي بعام ونار يا المنفي وقولوا لأمي ما تبكيش يا المنفي وكد دخلونا سبع بيبان يا المنفي والسبح فيه القدعان يا المنفي وعطوني زورة باياس يا المنفي وقولوا لأمي ما تبكيش يا المنفي ويا قلبي على تعيف يا المنفي والصبة دايما كيف كيف يا المنفي ولقرين لو عوّم فيها يا المنفي وقولوا لأمي ما تبكيش يا المنفي قد دني ثور يا تاي